مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع تمتاز الأجواء بأنها ستكون حارة في معظم مناطق المملكة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية، وأيضا هناك أمطار ونشاط للرياح في الأسبوع الأخير من فصل الصيف فلكيا. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض سويا الأحوال الجوية ونبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 38 والصغرى 22، الشمالية الشرقية 39-25، والمنطقة الشرقية والوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. الشرقية 42 العظمى والصغرى 30، الوسطى 43-32، والمنطقة الغربية 38-30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 30-19 درجة مئوية. يوم الاثنين هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 36 والصغرى 23، أجواء حارة نسبيا لكنها حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية الشرقية 38-23، أجواء حارة في المنطقتين الوسطى والشرقية 42 في الشرقية العظمى والصغرى 30 لكنها 42-32 في المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية أيضا أجواء حارة 39-31، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر العظمى المتوقعة 28 والصغرى 20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية والعظمى المتوقعة 36 والصغرى 22، المنطقة الشمالية الشرقية 38-24، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 41 العظمى والصغرى 29، والمنطقة الوسطى العظمى 42 والصغرى 29، والمنطقة الغربية أيضا أجواء حارة 40-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 28 العظمى والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء أجواء حارة نسبيا في المنطقة الشمالية الغربية، انخفاض قليل على درجات الحرارة العظمى المتوقعة 34 والصغرى 22، أجواء حارة في المنطقة الشمالية الشرقية 39 العظمى والصغرى 25، أجواء أيضا حارة في المنطقة الشرقية 40-28 مع ظهور السحب المنخفضة سواء في المنطقة الشرقية وأيضا الوسطى والغربية. المنطقة الوسطى العظمى المتوقع 41 والصغرى 29، والمنطقة الغربية أيضا 39 العظمى والصغرى 32 درجة مئوية، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا والعظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقة الشمالية الغربية، لا تصبح الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى 36-24، المناطق الشمالية الشرقية 39-26، الأجواء حارة في المنطقة الشرقية العظمى 40 والصغرى 30، وأيضا في المنطقة الوسطى 42-29، والمنطقة الغربية 39-31، أيضا تظهر السحب على اختلاف على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الشرقية والوسطى وكذلك الغربية، لكن المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر العظمى المتوقعة 29 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الجمعة القادم، يوم الجمعة بتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية. المنطقة الشمالية الغربية أجواء حارة 39-22، والشمالية الشرقية أجواء حارة 40-27، والمنطقة الشرقية 41-31 أجواء حارة، كذلك المنطقة الوسطى أجواء حارة 42-30 مع ظهور بعض السحب،
خاصة المتوسطة والعالية، وأيضا المنطقة الغربية 39-31 مع ظهور بعض السحب، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.